الإسلام ليس دين قتل ولا سفك دماء ولا طويع للأبرياء. هؤلاء الذين يقتلون النفس، هؤلاء اتبع هواهم. لأن الإنسان أحد أمرين، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لهواه. عبد الهوى كما قال الحق سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول سبحانه: صم بكم عمي، صم عن سماع الحقيقة، عمي عن رؤيتها، صم بكم لا ينطقون ولا يمكن أن ينطقوا الحق، لا يعرفون إلا الكذب، صم بكم عمي. ثم يقول سبحانه: فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن غيهم وضلالهم، لأن حب الدنيا قد أعماهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، من يبيع دينه بثمن بخس ومن يبيع وطنه بثمن بخس أو غير بخس، هو عبد للمال. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، عبد الشهرة، عبد لباس الشهرة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، أي وإذا أصابته شوكة فلا أخرجها الله منه. أنت بين أمرين، إما أن تكون عبدا لله بأن تجعل حركاتك وسكناتك خالصة له، لا تألو إلى سواه ولا تعتمد على غيره. وإما أن يكون الإنسان والعياذ بالله ممن جعل أو اتخذ إلهه هواه. يجب أن نفكر، وأن يفكر كل واحد منا في كل حركة وسكنة قبل أن يتحرك: هل هي لله؟ هل تراقب الله؟ هل هذا هو ما يرضي الله؟ هل هذا هو ما شرعه الله؟ فإن وجدت ذلك فامض على بركة الله، وإلا فاحذر أن تكون ممن قال الله فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة والغافلين، ونسأل الله أن نكون في الذاكرين الحامدين القائمين الراكعين الساجدين الموحدين.